عشان كده خلينا برضو نروح نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ احمد عبد الخالق مدير عام اداره السياحه والفعاليات الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه. يا فندم صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. خير يا كريم، صباح الخير نهاوند وعلى الساده المشاهدين، صباح الخير عليكم. اهلا بحضرتك واستاذ احمد. لا بجد يعني اعتقد ملف في غايه الاهميه ومهم جدا، ملف السياحه الرياضيه، واللي احنا بنشوفه ده هو ده التطبيق الفعلي للسياحه الرياضيه. اعتقد يعني بتتكلم على فعاليه عالميه كبيره، اكيد جاليات كبيره جايه، اعداد كبيره جدا من الصحافه ومن كمان الاعلام الاجنبي. فخلينا ناخد نظره عامه في الاول عن هذا الامر وبعد كده نخش في التفاصيل اكتر بتاعه البطوله. اتفضل يا فندم. اوكي، خلينا الاول نقول الدكتور اشرف صبحي كان من البدايه يعني قعد معانا من 4 سنين بالضبط او ما يزيد قليلا، وقعد قال لنا ان هو يعني احنا محتاجين نخلي مصر هي الهب او هي النقطه واهم نقطه في المنطقه لاستضافه الاحداث والفعاليات الرياضيه الكبيره اللي موجوده في العالم كله، من خلال التعامل مع القطاع الخاص او من خلال التعامل مع الاتحادات الدوليه. في البدايه احنا قعدنا وجبنا الشركات القطاع الخاص وقعدنا وعملنا لهم قانون جديد، قانون الرياضه اللي هو كان في 2017 وطبق في 2019، وعملنا قانون للاستثمار في مجال الرياضه. من هنا كانت عندنا نقطه انطلاق كبيره جدا ان احنا بدانا نعمل احداث وفعاليات رياضيه دوليه كبرى في جميع محافظات مصر، مش بس المدن السياحيه، لا في كل محافظات مصر كلها. عندنا اكثر من 200 حدث خلال السنه بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال التعاون مع وزاره الشباب والرياضه بنعمل فعاليات مهمه بتستقطب عديد من السياح المشاركين. بيبقى الايفنت الواحد فيه اكثر من بالالافات، مش بنقول مثلا بالمئات، لا يعني اقل عدد بيبقى عندنا 1000 2000، في احداث عندنا توصل ل 5000 6000 مشارك خلال الحدث الواحد. اتفضل يا هون. لا هي أيوة. ما قالتش حاجه، انا احنا ساكتين عشان نسمع حضرتك. احنا بنسمع حضرتك بس بمناسبه الكلام عن هذا العدد الكبير من المشاركين وفكره ان هم كمان بيشاركوا في حدث بتقام فعالياته في اماكن يعني خلابه سياحيا ومش على الصعيد المحلي، بنتكلم على المستوى العالمي لما بنتكلم على شرم الشيخ او الغردقه او دهب او نويبع. بالمناسبه بيكون في يعني على هامش الفعاليات بيكون في مثلا برنامج سياحي معين لكل المشاركين، وفي نفس الوقت بتكونوا حريصين على تغطيه يعني هذه الرحلات الترفيهيه صحفيا واعلاميا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لما في ذلك من انعكاسات طيبه على السياحه. بص يا كريم، هو العلم بس احنا اول ما بنقول احنا هننفذ اي ايفنت في مصر انت ما تتصورش مدى الاقبال الشديد من السياح او المشاركين من الدول الاجنبيه على الوجود في مصر والتواجد والمشاركه في الاحداث المنظمه في مصر. احنا عندنا طبيعه وعندنا طرق وعندنا كل حاجه بتساعد ان احنا نقدر ننفذ اكبر الفعاليات الرياضيه، وكمان الحكومه المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه ممثله في الجهات المعنيه والجهات الامنيه كلها بتدعمنا بشكل غير طبيعي، والدليل على ده ان احنا موجودين في كل مكان، مفيش حاجه بتعوقنا. عايزين تعملوا ايه؟ حاضر، كل حاجه موجوده وكل حاجه جاهزه وكل التعاون من كل الجهات لتنفيذ اكبر الاحداث الرياضيه عندنا في مصر. احنا عندنا في شرم الشيخ طريق شرم الشيخ دهب من احسن الطرق في مصر، المظاهر فيه خلابه، امن هيوفر لنا التامين ان احنا نقفل الطريق رايح جاي لحد من انتهاء السبق. عندنا سبق تاني بالنسبه للسبق ال 170 كيلو، السبق ال 40 كيلو هيبقى برضه جوه شرم الشيخ وهيبقى على الطريق الدائري، وعندنا سبق ال 6 كيلو. فما تتخيلش او تصور الناس مهتميه قد ايه وبيساعدوا بشكل غير طبيعي لانجاح اي حدث يقام في مصر. هايل جدا. طيب مهم جدا ان انا اسال حضرتك عن الارقام بقى، عدد المشاركين وكم دوله والصحافه برضو الموجوده والاعلام اللي هيكون برضو بيغطي من الناحيه العالميه مش محليا، برضو لو تدينا فكره يا استاذ احمد. هو السباق ده من اشهر السباقات في العالم، يعني احنا كنا انا فاكر وانا صغير كنت بتابعه في التلفزيون وابص عليه وكنت منبهر بيه. صحيح. وناس كتير كده برضو، تور دي فرانس، طواف فرنسا، الناس كلها مهتميه بيه وبيذاع العديد من القنوات التلفزيونيه. كنا ان احنا ننجح نستقطب تور دي فرانس او لتاب ايجيبت عندنا في مصر هنا او النسخه بتاعت مصر. لا هي بتجيب ناس كتير جدا من بره، الميديا تكون مسلطه على مصر موجوده. الاهتمام العالم كله بلعبه الدراجات لان هي يعني هيشوفوا مناظر عمرهم ما شافوها في اي ايفنت حصل بره مصر بالنسبه لتور دي فرانس. الحاجه الثانيه الاعداد المشاركه احنا قلنا 1000 بس هو متوقع اكثر من كده بكثير، يعني احنا اول ما نفتح التسجيل هتلاقي اعداد اكبر من كده وصلت كده بكثير، ان احنا الاكسبكتيشن بتاعنا نوصل 2003 من اكثر من 80 جنسيه ان شاء الله.
طيب رائع جدا. انا عندي بقى نقطه انا وكريم اتكلمنا عنها كتير طبعا في ملف السياحه الرياضيه، بس في نقطه مهمه وهي فكره انا لما باجي كمعني في وزاره الشباب والرياضه او وزاره السياحه او اي وزاره معنيه ببقى نفسي اكيد وبطمح ان انا اساعد في هذا الملف بشكل كبير جدا، لكن في عوامل لازم ان هي تتم وتكون متوفره قبل لما ابتدي اروج، لان انا ممكن اروج واعمل سياحه رياضيه واعمل ملفات واجيب واستقطب يعني وفود من الخارج وغيره، وفي الاخر يجي هنا مثلا الاقي بقى العنصر البشري على سبيل المثال هو العامل اللي طبعا العامل الأساسي مش بيقدم لي الخدمة المطلوبة، فأنا يبقى كل المجهود اللي الدولة بتقوم بيه ده للأسف يعني لا يحسب. حضرتك أكيد فاهم قصدي إيه، فهل إحنا بنشتغل على هذا الملف مع وزارة السياحة مثلا؟ هل بيبقى فيه تدريبات، بيبقى فيه مطالبات من حضراتكم والوزارات الأخرى المعنية بملف السياحة والرياضة إن هم يا جماعة إحنا لازم نعمل توعية أكتر، لازم نعمل حملات أكتر، لازم يبقى فيه محاسبة أكتر لأي حد مش عارف يتعامل مع السياح بشكل كبير أو بيتعامل معاه بشكل مغلوط؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. طيب هقول لك حاجه صغيره جدا، احنا اي ملف بيتم فيه نشاط رياضي في منطقه سياحيه او غير سياحيه بيتم فيه تعاون كامل مع وزاره السياحه والاقساط وهيئه ترشيد السياحه وجميع الجهات المعنيه في تنظيم الحدث. وزاره السياحه والاثار معانا خطوه بخطوه ويوم بيوم، حتى الماتيريال بتاعنا بيبقى فيه بنحطه على البلاتفورم بتاعت وزاره السياحه للترويج لمصر السياحيه من خلال الرياضه. وبالنسبه للعنصر البشري والكادر البشري، لا احنا عندنا في مصر دلوقتي احنا استضفنا العديد من البطولات، مش عايز اقول لك احنا من اكثر دوله في الريجن كله ان احنا استضفنا بطولات، عندنا شباب وعندنا كوادر قادره على تنظيم اكبر من كده بكتير، دليل ان احنا عندنا ملفات كبيره في يعني استضافه بطولات كبيره عندنا في الفتره الجايه نشتغل عليها. بالاضافه اللي عايز اقول لحضرتك برضو ان احنا عندنا ولادنا او شبابنا بيسافروا بره مصر في المنطقه سواء في المنطقه العربيه او الافريقيه بينظموا احداث كبيره. لا بس حضرتك ما فهمتنيش يا استاذ احمد، مش ده قصدي. لا لا طبعا الناس دي يعني بالعكس احنا بنفخر بيهم، انا اقصد اللي هم بيتعاملوا بشكل مباشر او غير مباشر اللي هم البائعين بمعنى اصح اللي في الاماكن السياحيه المعروفه في مصر اللي ممكن يكون ما عندهمش من الثقافه والوعي ولا بيبقى فيه محاسبه ليهم وبيتعاملوا مع الاجانب بشكل سيء جدا، حتى احنا لما بنروح لو مش عارفين ان احنا مصريين احنا بنشوف ده بعينينا بيتعاملوا معانا ازاي عشان فاكريننا اجانب، بيبقى فيه تعدي، بيبقى فيه لغه غير سليمه، بيبقى فيه يعني اساليب احنا المفروض ان احنا خلاص قضينا عليها في المجتمع لكن لسه موجوده للاسف، هقول باقل خلينا نقولها بهذا الشكل. فدي الفئه اللي للاسف ممكن تخرب بشكل كبير بعد كل السعي وبعد كل التعب بعد كل المجهود اللي احنا بنقدمه. طيب هقول لك حاجه، الموضوع ده ممكن يكون زمان، دلوقتي الموضوع اختلف تماما. الموضوع اللي بتقولي فيه ده انا يعني هي شايفه كل يوم بشوفه في شغلي، الموضوع قل بنسبه كبيره جدا جدا جدا، بالاضافه ان احنا في مجال الرياضه احنا يبقى لنا روت ماشيين عليه، او سواء بعد دراجات ماراثونات اي ايفنتات بنعملها بيبقى لنا طريق ماشيين عليه بقى يعني ايه معروف، والطريق ده بيمؤمل بشده، وفي نفس الوقت في عندنا منظمين وعندنا متطوعين من الشباب، فاحنا ما حدش فيهم بيقابل حاجه زي كده. بالاضافه ان الموضوع ما بقاش ده زمان، احنا الموضوع اختلف تماما دلوقتي، الناس فاهمه عن ايه رياضه، فاهمه عن ايه سايح، يعني الموضوع قل بنسبه كبيره جدا جدا. نتمنى ان هو يتم القضاء عليه كمان ويكون في قانون رادع لاي حد بيفكر ان هو يضر السياحه المصريه، ان احنا في امس الحاجه لان احنا نهتم بهذا الملف وكمان نعلو فيه. انا بشكرك على كل حال استاذ احمد، بجد مجهود رائع، وهنحاول نكون مشاركين مع حضراتكم كمان على المستوى الشخصي ان احنا نيجي نشوف بعينينا اللي بيحصل. شكرا ليك جدا استاذ احمد.